المواجهة بقى نفسها هتبقى عاملة ازاي وازاي نقدر نستفيد منها؟ بص، هي مواجهة صعبة صعبة وصعبة جدا. منتخب بلجيكا نمرة 2 على العالم. بالظبط. منتخب بلجيكا في أحسن لاعب في العالم، دي بروين. دي بروين ده لعيب يعني لاعب يعني صانع ألعاب ملوش مثيل. لعيب بيلعب بالمسطرة. عنده لعيب تاني دينامو هازارد، لعيب لا غبار عليه. عندهم حارس مرمى كورتوا ممتاز. كورتوا أحسن حارس في العالم. وفي لوكاكو. ولوكاكو. يعني إحنا بنلعب أحسن منتخب في العالم نمرة 2. مواجهة صعبة. المواجهة صعبة لأنه إحنا مش جاهزين. مش جاهزين. مش جاهزين، يعني إحنا رغم جاهزين كل فترة الإعداد دي. إحنا جاهزين على مستوى إن إحنا نلعب مع فرق مستوى 2، مستوى 3، مستوى 4، لكن من فريق النخبة ونمرة 2 صعبة جدا وصعبة بشكل غير عادي. ولكن دايما بقول منتخب مصر ولاعيبته والمصري أصلا، أي مصري لما بيتحط في موضع مسؤوليه وصعوبه بيجود وبيظهر بشكل افضل مما نحن نتخيله. بالتالي انا اعتقد ان لعيبه منتخب مصر مش هتاثر، مش هتتقاعس، هتلعب وهتظهر بافضل مستوى ممكن موجود قدام منتخب بلجيكا القوي جدا. طيب مش ده صح ان انا اواجه منتخب الثاني على العالم، مصنف الثاني على العالم، ولكن ده بشوفه صح لان هو ده المنتخب اللي هيقول لي انا ايه مشاكلي. ما انت لو سالتيني ايه رايك في ان احنا نلعب بلجيكا دلوقتي هقول لك كويس جدا وممتاز. ليه؟ احنا خدناه بالتدريج، لعبنا النيجر والجابون وبعدين داخلين اهو على نلعب مع بلجيكا. احنا عايزين نقول للعالم احنا عندنا منتخب كويس وبيواجه فريق كويس، واحنا صحيح ما وصلناش كاس العالم بسبب ركله جزاء. ركله ترجيح، بلاش جزاء عشان نصلح الناس. في فرق بين ركله الترجيح وركله الجزاء. الجزاء دي بتبقى خلال المباراه، الترجيح في الضربات المتبادله. تمام. عشان بس للنقد الرياضي يعني. فلا دي ضربه ترجيح خسرناها. وبتبقى طبعا حظ الليزر يعني. بقى والحاجات اللي حصلت. على فكره ركلات الترجيح بتبقى معظمها حظ يعني، حد وفق وحتى ليه ما وفقش يعني. هي بتبقى يعني حاله الثبات الانفعالي. لا، ما هو الثبات الانفعالي للاعب هو يعني مثلا اللي ضيع ركلتين ثلاثه صلاح عمره ما كان ضيع في الموسم اللي فات خالص مع وزيزو برضو كان عمره ما ضيع. بس هي الفكره زيزو ده عارف احنا دايما بنقول عايزه ده ملك ركلات الترجيح، ملك ضربات الجزاء. كنا عاملين نعيد 17 ركله ترجيح، ده هو رقم 2 على العالم في مش عارف يعني. ومش فاكره وقتها كان فاضل له ايه. حسدناهم بس هي نقول ايه نصيب، وهو ده نصيبنا. يعني ما نقدرش نتهم اللعيبه عندنا انها قصرت. لا 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 لا، رغم ان امكانيات وفرق الامكانيات الفنيه اللي كانت في وقتها لصالح الفريق السنغالي. احنا قومنا وحاولنا ووصلنا معاهم لنقطه ان احنا نلعب على ارضهم ركلات ترجيح. وبالتالي يعني نقول معلش هنظهر بقى الفتره الجايه نتعلم. بلجيكا هنظهر قدامها يا رب يا رب يا رب نظهر بمستوى كويس نقول للعالم احنا عندنا منتخب كويس ان شاء الله. لا قدر الله في حاله ان احنا خسرنا من منتخب بلجيكا، هنا بقى بتبقى نقطه ايه الوقوف بقى. انا هقف هنا، انا هشوف انا ايه اللي انا عملته وايه الصح وايه الغلط، لاني بشوف ان انت لو لعبت مع منتخب غير مصنف انت برضو ما كشفتش عيوبك، انت برضو ما عرفتش فين عيوبك. دي حقيقه ولا لا؟ اكيد طبعا انت بتكتفي عيوبك كلها مع منتخب كبير زي بلجيكا. ده مش عيب. ولما اخسر منه مش عيب، هو ظروفه افضل مني وهو فريق لعب اكتر من مباراه وديه وهو جاهز لكاس العالم. ده داخل كاس العالم واحنا اصلا عاملين الوديات عشان كده. احنا كنا قبل الماتش ده ومستر فيتوري انا عارف طبعا وكنت كان عنده امل يلعب مع مباراه وديه، وهو لما يكون هناك يلعب يسافر 13 يلعب 14 مع الكويت منتخب الكويتي اللدرع الكويتي او يلعب مع الاردن، وللاسف المباراتين ما تمش الاتفاق عليهم. وبالتالي كان عاوز يجرب قبل ما يلعب مع المنتخب البلجيكي، ما حصلش ده. فاحنا بنقول احنا مش وحشين ان شاء الله، هنلعب ماتش كويس وواثق من كده، ولانه كمان عندنا لعيبه محترفين جاهزين. ده صلاح هيلعب بكره كمان يعني. فهي لا، احنا عندنا لعيبه هتقدر تسد وكل حاجه، بس طبعا ما نتضايقش في حاله اي نتيجه، وربما نكسب. ليه لا؟ المباراه ذهاب وعوده، في منتخبات بتيجي قبل كاس العالم بتظهر بمستوى مش قد كده. اخر مباراه كان معاهم كانت 2018. وقتها برضو احنا خسرنا.
على فكره من بعد اتذكر من افضل مباريات منتخب مصر كانت 2018 لا مع كابتن حازم امام لا كان نجم المباراه وكان جايب جون وكان كسبنا 1-0 وقتها حازم ده ماتش من الناس اللي الواحد يتذكره قوي حازم امبراطور الملاعب كان متالق وكان مع حسام حسن وعبد الستار صبري ومحمد عماره الجيل العظيم الجيل العظيم ده ربنا يسهل وتتكرر مين عارف ممكن نفرح ان شاء الله هنفرح يعني سواء كده كده احنا فخورين عندنا منتخب بيواجه تاني بطل تاني مصنف تاني على العالم وكان مصنف اول الاستفاده بقى زي ما بقول لك مين هيستفاد اكتر منتخب بلجيكا ولا احنا يعني منتخب بلجيكا هو رايح قطر فهيلعب في الكويت نفس اجواء قطر هيلعب مع فريق من شمال افريقيا زي المغرب اللي معاه في المجموعه فمين مستفاد اكتر من الوديه دي الطرفين طبعا اولا احنا كجمهور مستفيدين بنشوف لاعبتنا نجومنا زيزو بنشوف صلاح نشوف مرموش بيواجهوا الفرق دي صلاح بيشوط على كورتوا ونجيب جون يعني هنشوف حاجة هتسعدنا مباراة هتشد اهتمامنا دي رقم واحد نمرة اتنين احنا برضو زي ما حضرتك قلت في السؤال السابق ان احنا هنشوف احنا عملنا ايه ونستفيد فنيا ايه اللي ناقصنا وايه اللي مش ناقصنا حاجة كمان ايه هو لاعبتنا اعتقد عايزة تقول للعالم ان احنا لعيبة كويسة واحنا عايزين نظهر وربما تكون نقطة تحول للاعب جديد يظهر على المستوى الدولي لأن هو مستر فيتوريا مختار لعيبة جديدة ما نعرفش النهاردة هيختار بالليل مين لكن أعتقد هيبقى فيه لعيبة جديدة هو دايما بيفاجئنا بحد جديد زي ما فاجئنا محمود حمادة مثلا الماتش الجاي ما أعرفش ممكن يفاجئنا بحد أعتقد دي حاجة طبعا هو منتخب بلجيكي مستفيد أكتر شوية مستفيد على فكره برضه الجمهور المصري اللي موجود في الكويت مستفيد طبعا ده لان انا اصلا عشت فتره في الكويت والناس هناك بتحب مصر قوي والجمهور المصري جميل قوي ودايما لما منتخب مصر يروح او النادي الزمالك او النادي الاهلي بيبقى البلد في حاله طوارئ الجاليه المصريه هناك عددها كبير جدا ومتعطشه لاي الجاليه المصريه ده درجه مثلا افتكر كنت في الكويت كان الزمالك بيلعب مع فريق خيطان اعتزل لاعب هناك وكان الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف قوه كان رئيس البعثه ما اقولكيش منطقه خيطان اتقفلت عن اخرها ناس سابت عربياتها ومشيت على رجليها لغايه ثاني يوم خدوا عربياتهم من كتر الحب والناس اللي كانت موجوده وقتها يعني وبرده نفس الشيء بالنسبه لمنتخب مصر ومنتخب والنادي الاهلي اكيد طبعا اي حاجه مصريه بره ومع الكويت تحديدا اللي انا كنت عايش فيها الناس بتحب اي حاجه من ريحه مصر دي حقيقه بيحبوا مصر جدا فانا اعتقد دول هم هيشوفوا برده صلاح وهيشوفوا مرموش وهيشوفوا حجازي وهيشوفوا زيزو يعني حاجه جميله يعني ان شاء الله تبقى متعه ليهم ده من الفوائد برده ان بنربط الجاليه المصريه بينا وبالمنتخب وبيشوفوهم ان شاء الله تبقى حاجه كويسه طبعا المنتخب البلجيكي مستفيد هيلعب مع مصر اداء شبه المغرب هيلعب في اجواء شبه الاجواء لقطر بالظبط بس على فكره الجو دلوقتي بالكويت كويس يعني حلو قوي يعني في الوقت ده هو الكويت الفتره بتاعتها من شهر 10 الى شهر فبراير بيبقى رائع جدا عشان كده بيبقى فيه هلا فبراير ومهرجانات كده حلوه أيوة. يعني هناك بعد كده بقى بنخش في الحر عندهم بقى بتطلع 50 و55 حاجه صعبه مالناش دعوه الحمد لله ان احنا عندنا معتدل بس فربنا يوفق الحال وان شاء الله منتخبنا يكون مستفيد.